إلى أستراليا. وفي تفاصيل خبر بي اتش بي، جاءت الأرباح السنوية للمجموعة التي تعد أكبر شركة تعدين في العالم، جاءت أعلى من التوقعات وسط زيادة إيراداتها من خامي الحديد والنحاس على الرغم من ضعف الطلب الصيني. وارتفعت أرباح المجموعة لعامها المالي المنتهي في يونيو ب2% إلى 13 مليار و700 مليون دولار، فيما كان المحللون قد توقعوا أرباحا بقيمة 13.5 مليار دولار. من جانب آخر، توقعت مجموعة بي اتش بي فائضا متواضعا للنحاس حتى نهاية العام المقبل، لتشهد الأسواق بعد ذلك قفزة في الأسعار وسط توقعات بنقص في المعروض العالمي لفترة قد تكون مطولة. الرئيس التنفيذي للشركة عبر عن قلقه من التعافي الصيني المتذبذب الذي سيضغط على الطلب على المدى القصير.